كتبت مرة وأنا أطل على شرفة الحياة على قلب المأساة. البعض يكرر نفسه دون أن يستوعب المعنى، يتعايش مع مفاهيمه المشوهة فتصبح منه ويصبح منها، والبعض الآخر يتمرد ليعيد تشكيل ذاته وصياغة مفهومه الحقيقي. أهلا بكم في مساحة التفكير. قبل أن نبدأ نرجو دعمكم لنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. تحدثنا في الفيديوهات السابقة عن شخصية اللامجترد، وهي شخصية قام بمعالجتها وتحليلها الكاتب المصري كيرلس بهجت في كتابه الذي يحمل نفس العنوان. قلت تحدثنا على اللامجترد وفرقنا بينه وبين المجترد، ذكرنا أهم ميزاته من ميل الانعزال، صدق، تفرد الشعور، التألم، وقوة التحلي بالشك. تحدثنا كذلك عن صناعة اللامجترد، ووضحنا أن اللااكتراد قرار واعي اتخذه اللامجترد لحظة اتزان ونضج. تحدثنا كذلك عن أهم المحفزات التي أدت إلى اللااكتراد، كالجنون، الحرمان، الملل، والخيبات المتتالية. اخترنا كذلك بعض المفاهيم من قاموس اللامجترد، كالوحدة، السعادة والتفاهة، امتصاص الذات وبغض البشرية. تحدثنا كذلك عن حتمية الألم عند اللامجترد. سأترك لكم الروابط في صندوق الوصف. سنتحدث في هذه الحلقة من سلسلة وقفة مع كتاب اللامجترد، والتي تعتبر الخامسة والأخيرة من رحلتنا، عن مفاهيم متنوعة، كالفرق بين الالتزام والتعود، كفن التجاهل، أخلاق العبيد، وأخيرا لعنة الإبداع. نبدأ بالفرق بين الالتزام والتعلق. يفرق كيرلس بهجت بين الالتزام والتعلق، يقول أن الموضوع يبدأ منذ الطفولة، حيث يبدو العالم جديد ومرعب بالنسبة للشخص، فيكون الهدف الرئيسي هو البحث عن عناصر أمان يتعلق بها، كالأهل، أقارب، مدرسين، أو حتى جيران. فكلما تجمعت هذه العناصر حوله، كلما ازداد الأمان والإطمئنان الداخلي في داخله، وكلما قلت أو اختفت دخل قلبه الارتباك وتشتت. ومع النضوج العمري والعقلي يصل الإنسان إلى حتمية أن الأمان الحقيقي يكون نابعا من الداخل وليس مرتبطا بالأشخاص، وهذا ما يدعى بالالتزام، وهو مجموعة مبادئ نضعها بيننا في عهد إلزامي لتسيير العلاقة فيما بيننا. وأرقى أشكال ذلك الالتزام هو الحب. يرى كيرلس بهجت أن مشكلة العامة أنهم لم يصلوا بعد لمفهوم الالتزام في تعاملهم مع الأشخاص، ومن هنا يظهر الشكل المشوه للحب، وهو العلاقة التعلقية، والتي في حالة غياب أحد الطرفين يرتبك الآخر ويفقد اتزانه النفسي. يطرح السؤال التالي: ما الذي يجعل أشخاص أصحاء ينغرسون في رمال التعلق؟ أيهم أسهل، أن ترمي مشاعرك واحتياجك على أعتاق من تحب، أو أن تجلس كمنتصر تضع بنود علاقة واضحة مثمرة تجمعكم على مستوى واحد من التكافؤ والاحترام؟ ليجيب أن الشخص الضعيف يختار دائما الأقل إرهاقا، ولو أن القرار به تقليل من شأنه ومقامه. لتظهر اللااكتراتية، لتكوي تلك الرغبة بنار الاعتماد الواعي على الذات، فتجعله لا يكترث ولا يشغل باله بالعواقب، ما دام أن هناك منذ البداية الالتزام الناضج الجاد. ننتقل إلى فن التجاهل. يقص علينا كيرلس بهجت قصة رمزية. يحكى أن أفعى دخلت محل نجار ليلا باحثة عن الطعام، فتعثرت بمنشار كان موضوعا على الطاولة، فجرحت جرحا طفيفا، فارتبكت، وكردة فعل قامت بعد المنشار قاصدة مصدر الألم، مما أدى إلى نصف فمها. فلم تتعد الأفعى، بل قررت أن تلتف حول المنشار وراحت تعصره بكل ما أتيت من قوة، فماتت
ولو أنها تجاهلته لبقيت حية. فالمدهش في الأمر أن الإنسان ليس كأفعى قدرتها العقلية لا تمكنها من استيعاب موهبة مثيرة كموهبة التجاهل، فدائما يكون حساب المواقف بما ستؤول إليه من عواقب، ووحده العاجز عن تحليل الأوضاع المنساق وراء الغضب والحقد من يدفع ضريبة التسرع والانتقام الغبي. فالاكتراتية هي خير من تعلم الإنسان التجاوز والترفع عن التوافه. فمن يقوى على إتقان التجاهل لن يقوى على إدارة حياته فحسب، بل على إدارة عالم بأكمله. ولكي يحدث التجاهل يجب أن يحدث تقبل، وهذا ما يخشاه الكثيرون، لذلك يرتمون في أحضان التبرير والإنكار رافضين رؤية الواقع والحقيقة. ننتقل إلى المفهوم الثالث ألا وهو أخلاق العبيد. من أشهر الأطروحات الفلسفية للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه أخلاق السادة وأخلاق العبيد. ما هي أخلاق العبيد؟ العبد في وجهة نظر نيتشه هو الإنسان الضعيف صاحب القيم الضعيفة المهترئة كأخلاق النفاق، الخوف والجهل وغيرها من السلوكيات التي لا تنم إلا عن شخص خانع مستسلم لطواحين الأحداث مسلوب الإرادة ولا يملك حق تقرير المصير. فالعبد هو شخص سلم حريته لعقيدة سادية، لأعراف مجرمة، لسلطات وطنية أو سياسية طاغية. فالعبد لا يقوى على التفكير في أي شيء إلا أن يكون عبدا، وإن حدث وتمرد فلتحسين شروط عبوديته. أما عن أخلاق السادة فهي الأخلاق الجديدة المستحدثة على العصر، فالسيد هو المصدر الأساسي للأخلاق، هو المبدع والمحرك الأساسي لمنظومة التعايش بين أفراد هذا الزمن، هو القوة المتمثلة في السلوك الواضح. فالسيد لا يلجأ إلى الألاعيب والانحرافات الأخلاقية ليصل إلى ما يريد، بل يصل إلى ما يريد بقوته ومهابة الآخرين له، وهذا ما يثير ضيق العبيد. فالاكتراتية إن لم تصنع سيدا كامل الحرية فهي بلا أدنى جدوى. ننتقل إلى المفهوم الأخير ألا وهو لعنة الإبداع. سنة 2012 أصدر الكاتب الأمريكي كريستوفر زارا كتابا بعنوان الفنانون المعذبون، والذي يعالج فيه العلاقة الوثيقة بين ألم الفنانين وإبداعاتهم. فألم الانفصال سواء خلقه الفنان بنفسه أو تم دفعه إليه هو ما يجعل الإبداع صامدا وبراقا. فالإبداع يبدأ بشخص حطم قلبك، أو صديق غدر بك، أو مجتمع ظلمك. فتيأس من الناس، فتيأس من العالم والناس، وتلجأ إلى كيفك الخاص. فالإبداع هنا هو المنفذ الوحيد للتفريغ. فهدف الإبداع عند اللامبتدئ ليس لرسم هالات الشهرة أو للفت الانتباه، بل هو بمثابة صرخة وجودية أو صحوة كونية جديدة تجسدت على هيئة الإبداع. يقول كريس أبو زيد في هذا الصدد أن الحياة بطريقة صحية وآمنة أفسدت الأدب. يقول أيضا أن العوامل المهمة التي تصنع أعدم الكتاب هي العذاب، البؤس واليأس، وليس الأندروفين وهرمونات السعادة. يتساءل هل كان بإمكان كافكا أن يكتب المسخ لو كان مشغولا بتناول وجباته الصحية وبالتمرن يوميا على ماراثون ما يريد المشاركة به؟ هل كان بإمكان فيرجينيا وولف أن تكتب إلى المنارة لو كانت تذهب إلى حصص الزومبا وتخلط عصائر الفواكه كل صباح؟ لا، الحقيقة أن الأدب العظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة. بهذه الحلقة نختم رحلتنا مع اللامبتدئ. ما رأيكم في المفاهيم المطروحة وفي شخصية اللامبتدئ بصفة عامة؟ أنتظر آراءكم في قسم التعليقات. بالنسبة للمشتركين في القناة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا نال استحسانكم الفيديو. أما الغير مشتركين فأدعوكم للاشتراك وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.